تعرفوا بيك؟ محمد بن حليم. أنا محمد. في بعض الناس تقولوا ان الاعتصام هذا مش وقته، خلي الحكومة تخدم. والله بالنسبة لنا احنا معتصمين، ما ناش معتصمين قدام الوزارة، مش نعطلهم عن العمل، يعني اللي بيخدم يخدم ونقفوا معه ونساعدوه. احنا معتصمين هنا مش نساعد الحكومة ونضامن معها العمل، بحيث ان المجلس التشريعي المجلس الانتقالي يلها بالحاجات التشريعية وما يدخلش مع الحكومة في اختصاصاتها. احنا واقفين مع الحكومة في العمل. تمام. بالنسبة للشيء الثاني، في من يحاول انه يقول ان المعتصمين ان هم ناس قبائيين وناس همجيين، يحاول ان هم يعطلوا في الناس بالعكس الناس اللي جايه هنا والناس اللي جايه لمطالب تصحيح الثوره كلها سلميه، لكن مرات في تصرفات تصير عن اشخاص لا تمثلنا او تصير من مجموعه خارجيه تبي تستغل المكان او تستغل الوضع، لكن احنا كمعتصمين يعني في الميدان سلميا. يعني تو انت تقول اللي خارج الميدان ما يمثلكمش؟ لا الشخص اللي بيجي بغوغائيه وواحد اللي يقضي مصالحه الخاصه ومش معانا في الاعتصام لا يمثلنا، او ان شخص بفرده يبي يدير حاجه هو يمثل نفسه في الاخير. لكن احنا كليبيين هنا مجتمعين لمطالب تصحيح الثوره وكلنا معتصمين سلميا، وهذه واحده من شروط الاعتصام. في واحده من النافذات في الاعتصام نحن لا يمثلنا احد ومن يريد نحن موجودين في الميدان. هذه شو تعني الشخص اللي نقراه؟ شو تعني هذه؟ تعني ان اي شخص يطلع من الميدان ويقول انا نمثل الميدان ويقوم باي تصرفات فهي لا تمثل الميدان. انك اللي يبي يعرف الميدان شن فيه واللي بيعرف الناس اللي في الميدان لازم يجي الميدان، ما نمشي لحد احنا. هل المطالب اللي طالب بها الاعتصام تهم كل الليبيين ولا فئه معينه؟ تهم كل الليبيين. هل في اي توجه معين؟ توجهنا لا، احنا توجهنا ان نبوا الخير لليبيا. نبوا ليبيا تو قاعده في فتره حساسه في مده صغيره، نبوا نصحح ثورتنا ومشوها صح لل10 20 سنه لقدام ان شاء الله. لا بارك الله فيك. غالية خربيش معتصمة في الميدان. في ناس تقول ان الاعتصام هذا مش وقته وتتعطل في شغل الحكومة. طبعا لا، لان الاعتصام هذا لا يستهدف الحكومة ولكن يستهدف التهميش اللي حاصل للشارع الليبي. التهميش هذا لم يأتنا من الحكومة، جانا من المجلس الانتقالي من السلطة التشريعية في الدولة مع الأسف الشديد. يعني الاعتصام هذا يدعم الحكومة؟ لا، ليس داعما للحكومة ولكن ليس ضدها، ولكن احنا ندعم اساسا الجهد الجيد اللي تبذله الحكومة. ان بذلت جهد جيد فاحنا ندعمه، ولكن اللي احنا قاعدين نشوفه فيه ومشاكلنا لا تتعلق بالحكومة نهائي. انا كمعتصمة ما عنديش مشكلة مع حكومة الكيب اساسا. في من يحاول يشوه الاعتصام ويقول ان هو ان هم همجيين وان هم غوغائيين وحاجة زي كده. حضرتك تقدر تشوف صورة الاعتصام وتحدد إذا كان همجي أو إذا كان مش همجي. وجود شباب غير مسلحين واقفين يناقشوا في أمور سياسية أو أمور تهم بلادهم، إذا كان هذا يعتبر الهمجية فمرحبا بالهمجية. يعني لا، هل الاعتصام هذا يمثل فئة معينة أو طائفة معينة؟ طبعا لا، طبعا اعتقد ما فيش طوائف معينه ولا عرق معين، لانني مثلا امازيغيه والاغلبيه هنا عرب، فما فيش مشكله اعتقد بيناتنا. بخصوص النافذه التي تقول ومطالبنا واحده، عرب وامازيغ نفس المطالب. بخصوص النافذه التي تقول نحن لا يمثلنا احد الموجودين في الميدان، لماذا وضعت هذه النافذه؟ لأن البعض حاول أن يقول علينا بعض الكلام، بعض الناس حاولوا أن يقولوا أن احنا من الاعتصام وأدلوا ببعض المعلومات علينا وهم ما يتبعوش الاعتصام، وقاموا بتمثيلنا ويقولوا احنا مثلا جمعية الفلانية، جمعية القائمة بالاعتصام، وهذا خطأ لأن احنا الموجودين في الاعتصام من أول يوم. جينا في البداية عدد قليل وكل يوم كان يزيد العدد، كل يوم يزيد العدد، ومن ناس مختلفة لا تنتمي لا لجمعيات معينة ولا تنتمي لأحزاب أو لأفكار معينة، بل جمعتهم هنا الوطنية فقط والأفكار المشتركة بس. عندك إضافة أخيرة؟ شكرا جزيلا لك. تعرفوا ليك؟ عبد الواحد القاضي سيد. الاعتصام الموجود في ميدان الجزائر، في من يقول ان الاعتصام هذا مش وقته وان انت تعطل في شغل الحكومه، كيف ترد؟ كيف يعني؟ كيف يقصدي يعطل في شغل الحكومه؟ انا نقلها في بعض الاصوات، ان في من يقول ان الاعتصام هذا مش وقته وان هو يعطل في شغل الحكومه. هو اصل الاعتصام ماهوش ضد الحكومه بالذات يعني بالتحديد، ولكن الاصل المقصود منه المجلس الانتقالي بالذات.
يعني مطالب للمجلس الانتقالي. إيه إضافي طبعا جزء منه وجود الحكومة، على الحكومة ما عرقناها، ولكن نظر لوجود الأزلام أزلام القذافي تم الاعتصام، هذا واحدة من المطالب. يعني هل الاعتصام هذا ضد توجه معين ولا فئة معينة أو حاجة زي كذا، أو إنه يمثل فئة معينة في الشعب؟ لا 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 لا، هو يعني زي ما تقول يعني تحديد المسار بالصورة الصحيحة للثورة، مطالب الثورة. مثلا هل الاعتصام ضد أشخاص معينين بأسمائهم؟ لا 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 لا، بخصوص أن فيه اللافتة اللي تقول نحن في الميدان الجزائر لا يمثلنا أحد، ليش اندارت اللافتة هذه؟ كيف لا يمثلنا أحد؟ يعني في لافتة مديورة أن في الميدان الجزائر نحن لا يمثلنا أحد، يعني ليش اندارت اللافتة هذه؟ نتيجة تسلق بعض الأفراد لبعض الإذاعات، هذا المقصود منه. عندك إضافة أخيرة؟ لا شكرا، نتمنى أنها السيد المستشار والسيد عبد الرحيم الكيب ينظروا لهالشباب بنظرة جادة. شكرا، بارك الله فيك.